السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. سمحوا لي بزاف اخوتي على الغياب، ماشي الخاطر، راه كنت عيانه شويه. وشكرا بزاف الناس اللي كيسولوا فيا. الحمد لله عندي احسن المشاهدين، كنغبر عليهم شويه كيسولوا فيا، كيبقاو يطلعوا على القناه واش حطيت شي فيديو، عندك كيكون واقع لها شي حاجه. كنقول لكم شكرا بزاف والله، راكم في القلب كاملين. الناس اللي كيتشوشوا عليا، الناس اللي كيتهولوا عليا، كنقول لكم راكم في القلب كاملين. محبين قناه حسنيه فلوغ، كنبغي نقول لكم شكرا. الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم يا ربي. السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم وعلى الدعم ديالكم لقناه حسنيه فلوغ. وكنشكر بزاف خوتي وخواتاتي كاع اللي كتغبر الحسنيه غير شويه كيبقاو يشوفوا فيها. الله يجازيكم بخير، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى تزيدوا تشجعوا هاد القناة حسنية فلوغ، فضل وليس أمرا. ودابا موضوعنا ديال اليوم حسنية، غادي تكمل لكم الموضوع ديال اليوم بأن حسنية زيد يا حسنية قولي. أنا والله إلا كان دابا كنخليك تاخذ راحتك، دابا إلا هدرت أنا وكتهضر أنت كيقولوا لي راكي كتقاطع. لا 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 وأنا مكنبغيش نقاطعك، كنخليك حتى تسالي وأنت كتهضر بشوية وكنخليك تسالي. دابا نتيا تا كتسالي الهضره ديالك عاد لا ما تديش عليا انا، اسمح لي. ما نديش عليك انت دري صغير؟ لا زعما واخا ربما نغلط انا في هضره ولا شي حاجه، ماشي مشكل واخا تغلط، حنا غير انسان، كنبقاو غير انسان. خوتي وخواتاتي، الفرحه ديال اليوم لا توصف، الفرحه ديال اليوم كبيره 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 بزاف بالنسبه لينا حنا. يقدر واحد الانسان تجيه شي حاجه بسيطه، لكن بالنسبه لينا حنا واحد الفرحه صراحه اللي لا توصف. الحمد لله. واخيرا واخيرا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله على كل حال. حال الحمد لله على كل حال، وليداتي تحقق الحلم ديالهم اللي كان بالنسبه لهذا الشيء اللي وقع اليوم كان حلم لوليداتي، اقسم بالله العظيم الا كان حلم اصبح حقيقه. داكشي علاش كنقول لكم اخوتي المشاهدين، دائما الانسان يحلم والحلم راه فابور، ونحلموا ونتفائلوا بالخير وما يكون غير الخير ان شاء الله. راه حتى كنوصلوا لواحد الظروف اللي تحت الصفر، ولكن بجهد الله سبحانه وتعالى وبالايمان ديالنا القوي بالله سبحانه وتعالى وبثقتنا في الله ربي الحبيب كيشوف فينا. الحمد لله يا ربي، الحمد لله على كل حال. واليوم فرحه كبيره 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 بزاف ليا ولوليداتي، لان الفرحه ديال وليداتي من الفرحه ديالي انا. انا الا شفت ولادي فرحانين وناشطين اكيد حتى انا غنكون فرحانه وناشطه. شفت ولادي ما فرحانينش راه حتى انا ما غاديش نكون فرحانه. هذيك هي اي ام مسلمه بصفه عامه، ماشي نقولوا غير مغربيه ولا عربيه، اي ام مسلمه راه الفرحه ديالها هي الفرحه ديال وليداتها. الفرحه ديال علاش واحد كيضرب تمر كيضرب على وليداته، راه اي واحد في الدنيا ما تقدرش يكون احسن منك، ولكن وليداتك غتبغيهم يكونوا احسن منك. اجل وليداتها ونتمنوا. انا راه شربت المر، شربت الحمد لله يا ربي. صبرت الصبر اللي فوق الحديده وما تصبرش ليه، راه داكشي اللي كيبان لكم في اليوتيوب راه شي حاجه اللي صغيره بزاف، اللي واحد الجزء صغير هو، لكن الحقيقه اللي علاش صابره انا راه صابره على شي حوايج اللي راه بزاف. ولكن كنقول الحمد لله، كنطلب الله سبحانه وتعالى يعوضني على الصبر ديالي، لان صبرت بزاف ومازال صابره، وصبرت في واحد السن اللي فوق لاج ديالي. صبرت انا كنت مازال صغيره وصبرت بزاف ديال الحوايج، صبرت وكنقول كنفوض امري لله سبحانه وتعالى، وكنطلب ربي الحبيب يعطيني على قد نيتي، لان نيتي مخلصه ونيتي طيبه، وداكشي اللي كنتمنى للناس ربي الحبيب يعطيه ليا، واكيد الله سبحانه وتعالى غادي يعطيني داكشي اللي كنتمنى للناس. الا ما كان دابا غيكون غدا ولا بعد غدا ولا بعد غدا، المهم غيجي واحد النهار اللي ان شاء الله ربي غادي يشوف فيا وغادي يحن عليا، لان الايمان ديالي قوي 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 بزاف بالايمان بالله، وثيقه ثيقه ثيقه ثقه كبيره في الله سبحانه وتعالى باللي ربي الحبيب هذا الشيء كامل غادي يبقى غير ذكريات في حياتي. ندخلوا في الموضوع ديالنا احاميد، وغادي نقولوا للمشاهدين ديالنا الاعزاز، اختي الغاليه ابتسام اللي كانت صفطت لي الكليه مؤخرا، راكم شفتوا الكليه اللي صفطت لي ما شاء الله تبارك الرحمن عليها، بغات باش تدخل وليداتي لاصال. صراحه ما نكذبش عليكم، لاصال كان من الحلم ديال ولادي،
كان حلم ديال ولادي من شحال هادي منين كانوا صغار كيشوفوا الدراري هكا صحابهم في لاصال وداكشي كيقولوا لي اماما الحلم ديالنا لاصال، ولكن بالحكم ان انا عندي 4 ديال الوليدات تبارك الله ما شاء الله ما نكذبش عليكم ما غاديش نقدر عليهم، والخدمه على قد الحال والقناه طايحه، هانتوما كتشوفوا القناه يعني مره هيا شويه مره هيا، المهم ما كاينش شي مدخل لي شهري باش انني نغامر وندخل ولادي لاصال. الحلم ديالهم هو يدخلوا لاصال، الحلم ديالهم من شحال هادي منين قبل زعما شحال هادي منين كانوا صغار الحلم ديالهم هو لاصال يبقاو يديروا الكاراتيه في الدار، نور كتقيل كتكراطا في الدار، دابا نور صغيره وتقيل كدير في الرياضه في الدار بلا لاصال بلا حتى شي حاجه. اش غادي نقول لكم زعما ربي كبير ربي كبير ورحمته واسعه. الاخت العزيزه الغاليه ابتسام قالت لي وليداتك دابا بالحكم انهم كيجلسوا معاك في الدار، قالت لي علاش ما دخلتيهمش لاصال ولا ما دخلتيهمش الكره ولا ما دخليهم، المهم قالت لي يديروا شي هوايه اللي هما كيبغيوها، قالت لي يديروا شي هوايه اللي هما باغينها الا كانت عندهم شي هوايه انا غادي نبقى نخلص عليهم. قلت لها اختي لا راه بزاف عليك وراه كتفرج فيا حتى هي مسكينه، قلت لها اختي بزاف عليك لان تبارك الله ما شاء الله 4 الوليدات راه ماشي ساهلين، مازال كان غير واحد ماشي مشكل لكن 4 تبارك الله ما شاء الله الله يحفظهم يا ربي وكل شهر راه بزاف. قالت لي لا راه ماشي بزاف الفرحه ديالهم، قالت لي شوفوا الانسان شوفوا الانسانيه، قالت لي الفرحه ديالي من الفرحه ديال دوك الوليدات، قالت لي الا شفت دوك الوليدات فرحانين حتى انا اكيد غادي نكون فرحانه ليهم باش يكونوا فرحانين، وحتى انت في نفس الوقت تكوني فرحانه فاش تشوفي ولادك فرحانين حتى انت غتفرحي، قالت لي انا بغيتك انت تكوني فرحانه. شوفوا الحمد لله هذا اليوتيوب لقاني مع الناس طيبين اللي باش كتلقى واحد الانسان كيفكر فيك وكيفكر في الفرحه ديالك بزاف، والله اخوتي الحمد لله الله سبحانه وتعالى فاش كيحب واحد واحد العبد كيحبب فيه العباد ديالو. انا ما نكذبش عليكم اخوتي المشاعر تخلطوا لي بالبكاء بالفرحه، تخلطوا لي المشاعر لان الانسان باش يحبك لدرجه انه يبغي يشوفك دائما ضاحك ويبغي يشوفك دائما فرحان شي حاجه بزاف، والله العظيم اخوتي لا شي حاجه بزاف. قالت لي مسكينه انا غادي ندخلهم لاصال وغادي نخلص لهم الشهر ديال لاصال ونخلص لهم لاصورانس ونشري لهم اللبسات ديال لاصال، راه صفطات لي مسكينه الله يجازيها بخير والله يسهل عليها صفطات لي مسكينه الفلوس باش نخلص لاصال وباش نشري لهم اللبسات وغادي نمشيو نخرجوا دابا ان شاء الله. الله يعطيها يا ربي امين الصحه والسلامه الله يفرحها ويفرح وليداتها، حتى هي عندها وليدات صغار مسكينه الله يفرحها يا ربي ويخلي لها وليداتها ويعطيها فيهم الذريه الصالحه، لان الانسان اللي كيكون طيب وكيكون قلبه كبير وكيبغي الخير لخوه المسلم حاشا والا ربي الحبيب باش غادي يخيبه. الله سبحانه وتعالى كن فيكون، يعني هاد لاصال هذا شي حاجه اللي صغيره بزاف ولكن بالنسبه لينا حنا كانت حلم، بالنسبه لولادي كانت حلم مساكن كانوا باغيين حتى هما لاصال وداكشي، المهم كانوا فرحانين ولكن ربي الحبيب تحقق الله سبحانه وتعالى امر باش هاد الحلم يتحقق في 2023 ان شاء الله ابتداء من الشهر الاول شهر 1 غادي نبدا لهم، ما بغيتش نبدا لهم دابا في النص ديال الشهر، قلت حتى لواحد الله في الشهر ان شاء الله، المهم غادي نسجلهم وغادي نشري لهم اللبسات ديالهم د لاصال وداكشي، وان شاء الله باذن الله دابا غادي نمشيو نخرجوا باش نشري لهم اللبسات د لاصال ويقيسوهم وتشوفوهم ان شاء الله كيفاش فرحانين تجيو من المدرسه ان شاء الله وتشوفوهم على الدين كامل فرحانين واحد الفرحه ما كتصورش. نور كذلك كتقول لهم فاش جاو من المدرسه كتقول لهم مفاجاه مفاجاه، كيقولوا لها ديال هذه المفاجاه شتي حمد فاش دخلوا كيقولوا لها كتقول لهم نور صغيره كتقول لهم مسكينه مفاجاه مفاجاه راه غادي ندخلوا حنا ما تصايبيش عليك كتقول لهم راه غادي ندخلوا لاصال، شفتي واحد الفرحه زعما اللي دخلت على هاد الوليدات. قالت لهم خالتي ابتسام قالت لهم خالتي ابتسام غادي دخلنا لاصال، عرفتي زعما باش ان الانسان يحبك ويبغي يشوفك فرحان راه الحمد لله الحمد لله. والله انا صراحة ما ندمتش على هذا اليوتيوب لان اليوتيوب لقاني مع الناس طيبين، عرفني على بزاف ديال الوجوه، عرفني مع الناس اللي كيبغوني بواحد الطريقه ما شاء الله، بزاف الناس اللي كيقولوا لي حسنيه كنتفرجوا فيك كنرتاحوا، حسنيه كنتفرجوا فيك راه كتعطينا واحد القوه في الحياه. ما نوفيش بحقكم هذيك عميد اللي هضرات معايا البارح مسكينه قالت لي كنتفرج فيك، قالت لي كتعطيني واحد القوه، قالت لي كتعطي واحد الرساله، قالت لي زعما لو كان كنزهر واقف معاك راه طلعي طوندونس لانك خليها انا دهلك، قالت لي لانك تعطي واحد الرساله للناس كيفاش يصبروا كيفاش رغم السن ديالك، يعني وحده في بلاصتي راه تقدر طج وتخوي كاع ما تبقاش، ولكن الحمد لله انا الايمان ديالي قوي بالله سبحانه وتعالى وصابره ومتاكده ان الله سبحانه وتعالى
واحد النهار غادي يبقى هادشي كامل ذكريات، كيف ما الله سبحانه وتعالى سهل في الفراش ديال الدار وفي التلفازه وفي كل شيء ديال الدار، ها هو لاصال وبزاف ديال الحوايج سهل فيهم الله سبحانه وتعالى. اكيد 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 غادي يسهل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله في الدار في اي حاجه غيسهل فيها الله سبحانه وتعالى. انا كندير غير الاسباب حميد، ما كنديرش شي حاجه، كندير الاسباب وكندير المجهود اكثر من الطاقه ديالي والكمال الله سبحانه وتعالى. حسنيه ماشي شي وحده اللي قالت وكتقلب على رزقها اللي قال الاخر، هي حسنيه مكافحه كتبغي تكافح، كتبغي زعما دارت هذه القناه باش الله عسى ان باش تزيد القدام، ونتمنوا من المشاهدين والمشاهدات يشجعوا هذه القناه، علاش لا حتى هي تكون القناه في المراتب الاولى. وهذا شكرا من الله سبحانه وتعالى، حنا كنديروا الاسباب والحمد لله، وما كان ادي وحد، ما كان جدو حد، ما كان تعداو على حد، ما كان نطو شي وحد، ما كان قيسو حد، هذا هو الاهم. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، وخليكم مع الفيديو حتى يسالي. دابا غادي نمشيو نخرجوا باش ناخذ لهم اللبسات، ماشي دابا حتى يخرجوا مع الخمسه، غادي يخرجوا مع الخمسه من المدرسه وغادي نديهم باش نشري لهم اللبسات ونقيسهم اليوم وتشوفوا الفرحه ديالهم. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، والله يفرحكم كامل المشاهدين ديالنا العزاز، كامل المشاهدين ديالنا، ربي يفرحكم بداكشي اللي كتمنوا في خاطركم وداكشي اللي ربي الحبيب اللي كتمنوا، ربي الحبيب اكيد غادي يحققوا لكم. وكاينه واحد المفاجاه واحده اخرى حامين نقولها لهم دابا ولا حتى الفيديو واحد اخر. لا ايوا برقيو برقيو، ماشي دز ديهم ماشي مشكل، المشاهدين ديالي عزاز غنقولها لهم. لا لا عزاز عزاز بزاف، لما غنحرقش المراحل ولا نقول شي حاجه غير غادي نقول لهم. غادي نقول غير واحد شويه شويه حامين، المشاهدين ديالي عزاز بزاف يا الله. علاش بزاف المشاهدين ديالي؟ ما كنبغيش انا عاد نقول لهم اليوم الجزء الثاني وغدا الجزء الثالث، انا كنبغي نقربهم مني بزاف المشاهدين ديالي. كاينه واحد الهديه ماما اللي حتى هي زوينه 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 بزاف من عند اختي ابتسام حتى هي، اللي ان شاء الله غادي تصيفطها ليا، اللي كانت حلم بالنسبه ليا انا عاوتاني، هذا الحلم ديال ولادي، وكاين الحلم ديالي ان شاء الله قريبا غادي يولي حقيقه ان شاء الله بجهد الله سبحانه وتعالى. كاينه واحد الهديه اللي زوينه 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 بزاف ديال اختي ابتسام، ان شاء الله باذن الله حتى توصلوا غادي نشاركها معكم، اللي كانت حلم بالنسبه ليا انا وغادي تصبح حقيقه. يعني لا تقل عن حلمك مستحيل، فان الله على كل شيء قدير، ربي قادر يحقق لنا الاحلام ديالنا بالصبر وكل شيء. المهم هذه واحد الهديه حتى هي اللي زوينه بزاف واللي كنت كنحلم بها، والحلم غادي يصبح حقيقه. وشكرا لكم اخواتاتي، وخليكم مع الفيديو متاخر حتى نشريو اللبسات بعدا، ونشريو اللبسات ونخليو هذا الفيديو بوحدو ديال اللبسات عاد نديروه بوحدو. لا هذا الفيديو بوحدو صافي. يلا اخوتي خليكم مع الفيديو الثاني اللي فاش نديهم الخبازه ونشري لهم اللبسات، باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. الله يسهل عليكم، نتمنى منكم اخواتاتي الله يرحمكم الوالدين، تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وديروا لايك للفيديو وبارطاجيوه مع الشباب والاصدقاء. حسنيه راكم عارفينها ان اي حاجه اللي في قلبها على لسانها، وما عنديش مع التصنع ولا نتصنع ولا نزوق ولا اللي في قلبي على لساني. وكنقول لكم شكرا بزاف يا احلى متتبعين، يا احلى الحباب، يا احلى العزاز الغاليين. ان شاء الله باذن الله خليكم في الفيديو الثاني اللي غادي نخرجوا نصور لكم عاوتاني في الخبازه ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا اخواتي، وهانتوما معنا فيما مشينا ندوكم معنا. يلا بسلام عليكم، وكنت الله وفراسكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الله يجزيكم بخير، يلا صافي قطعي انا راح حبيبه، وسمحوا لنا الله يرحم الوالدين.